وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله إنها مناسبة يعني تكلل مجهود عظيم وتضحيات كبيرة أن نستدعى إلى هذا الموقف، وهو موقف احترام منكم لنا، ثم ما أكبره من شعور وما أعظمه من شعور عندما يعبد زملائنا متاعب المهنة وشرف المهنة والتضحيات والمسؤولية وكل هذه الأمور كان الإنسان يشعر به. وفي قديم شوية كانت سيزيام كان اختبار قومي وكان كذا، كان المعلمين يجتهدون أكثر من اللازم. لماذا؟ لأن المدرسة هذه نجح وهذه المدرسة نجح أكثر، وهذا كان هناك تنافس يعني مداره التلميذ، مداره المنفعة، وربما ما يشعر به الجيل اللي درسناه والآن موظف ومهندس وطبيب، ما يشعرون به هو ذاك الحرص هذاك اللي كان سائد بين المعلمين، وكان الإنسان يضحي أكثر من لازم. السلام على رسول الله. زملائي وزميلاتي الكرام، في الحقيقة ليس لدينا أزيد على ما قالوه الخيان إلا حجة واحدة، أقبل فيكم هذه اللفتة الكريمة وأسأل الله أن يجمع شملكم كما جمعتم شملنا إن شاء الله. وهذه ما يحس بها إلا المعلم، وما يحس بها إلا المعلم. وفي الموقف هذا والله العظيم نشوف روحي أني نشوف في المكان كله كان أولادي وبناتي نفر. لكن وجه واحدة اللي ممكن أوصي بها هو أن الضمير المهني يراه في نهاية الأمر ما يبقى إلا في آخر ما يبقى عن المعلم. في الأصناف الكل ممكن يضعف إلا عند المعلم فإنه يبقى حي ولباس. وأسأل الله لكم الصحة، وأسأل الله لكم التوفيق، ورب يصلح حالكم حال صغاركم خاصة، لأنه المعلم سعادته كيف يشوف وليداته الحقيقيين وليداته اللي قري فيهم، كيف يشوف ناجحين هذيك سعادته الكبيرة. ونتمنى إن شاء الله الشفاء لزميلنا سي عبد الوهاب إن شاء الله، نشوف شي حاجة حزانة ومؤثر مؤثر جدا. نعم بارك الله فيك سيدي، ان شاء الله تجيك بذات حسنة. اخوتي اشكركم جميعا على هذه الدفتر الكريمة، وان كان هذه يعني مش جديدة يعني بالنسبة للزملاء، هو الاصل التكريم يكون من فوق، اللي كلفنا بالعمل هو اللي وقت اللي نحن خرجنا كملنا الصوت بتاعنا كل شيء هو اللي فوق التكريم. لكن كما تنداش الأفتات هذيك حتى يعني شكون كفر بنا الزملاء اللي عشنا معاهم ربما فيهم حتى قريناها كل شيء. هذه اللفتة كريمة ويستحقها المعلم ويستحقها الأستاذ. أنا مش كما قالوا مرة، أنا نذكر عام 75 خرجت ماشي القفصة باش نعمل ستاج، ركبنا في التران في السند، ركبتنا وراجل اللي يظهر يكمل من القاعدة يقالي قصير هكا وضعيف كل شيء، قال لي مجيد يا أخي ماشي قلت له أنا ماشي قري وقتي ماشي نعمل في ستاج أول مرة كل شيء. قال لي كلمة أصلي اللي يقولهاش، قال لي ولادي ما تفرحش بها، قال لي ما تفرحش بها. لكن بعد وسكت ما قلت حتى شيء، راجل كبير باش ترد مش ترد علي، إلا أنه بعد التجربة اللي مرت بيه في التدريس أنا استخلصت خلاف ما قال لي الكلام هذا. يعني ما ثماش خدمة ماهيش متعبة، أي واحد يرضي خدمة راهو مسكرة وكاعرة ويحس بالتعب وكل شيء، يعني الثمرة السمحة ما تكونش يعني ما تنجمش تحصل عليها إلا بتعب. الخلاصة كون أشرف خدمة هي خدمة الأستاذ، هي خدمة التعليم، هي خدمة تكوين الأجيال. أنا وقت اللي الفترة الأخيرة كرمونا في مصر يعني عندي 50 كل شيء، والله يحس بالاعتزاز وبالفخر وقت اللي يدور بي الأستاذ ورجل الأمن والطبيب ومن الأصناف الكل، يعني هذوك معالجين شكون طلعوا عالجين هكا يقرار الأليف الباء والتاء وشوية جغرافيا وشوية حساب اللي احنا ممكن نهاون فيها، لكن هذيك البزز يعني شرف كبير.
وقت أحمد شوقي يقول قم للمعلم ولا للجيلة كاد الأمر أن يكون رسولا.